السلام عليكم أعزائي، كنتمنى أنكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم وصفة رائعة جدا، وهو وصفة تشيز كيك باللوتوس. وأول حاجة كنحتاجو 250 غرام ديال بسكوي لوتوس، 250 غرام ديال جبنة الماسكاربون، 250 غرام ديال جبنة الفيلادلفيا، 100 غرام ديال القشطة السائلة، نكهة الفانيلا، 80 غرام ديال سكر سنيدة، 3 ديال البيضات، 3 معالق كبار ديال النشا، و 50 غرام ديال الزبدة. هادشي اللي كنحتاجو في المقادير. اول حاجه غادي نقوم بها الاصدقاء ديالي انني غادي ناخذ البسكوي ديالي وغادي نوضعه في اناء. يمكن لكم نتوما توضعوه ديريكتومون في الخلاط. انا كيف ما كتشوفوا انا وضعته في الاناء لانني خصني نوريكم الطريقه. غادي نحتفظوا بثلاثه او اربعه القطع للتزيين، ومن بعد نوجدوه ونحضروه في الخلاط الكهربائي. انا استعملت البلونجور، حتى البلونجور قضى لي الغرض. يعني اي آلة عندكم يمكن لكم تحنوا بها هذا البسكويت. كيف ما كتشوفوا معايا انايا طحنت البسكويت ديالي واحتفظت بواحد جوج معالق ديال البسكويت باش نقوم بالتزيين. انا هنايا كيف ما كتشوفوا معايا راني دوبت 50 غرام ديال الزبده من قبل، وكيف ما كتشوفوا راني تنخلط الزبده مع البسكوي. الزبده كتساعد البسكوي انه يتجمع ليا ويتقبل باش ملي ندخلو الفرن يتماسك، كما انها كتعطي واحد الطيبه واحد نكهه رائعه. ولكن هنا الهدف ديالها في هذه الوصفه فهي كتجمع لي هذاك لو بسكوي ملي تندخلو يطيب في الفران. بطبيعة الحال ما تنخليش يطيب بزاف باش ما يتحرقش، فقط لمده 10 دقائق. اون فوا يتماسك ليا تنخرجو. المهم نستمروا في التحريك. من بعد ما نحركو ونشوفو بان هذيك الزبده دخلات مع لو بسكوي ديالنا، غادي نحضر الاناء ديالي اللي غادي يدخل الفرن او المول ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا فانا المول ديالي القطر ديالو صغير، يعني ماشي كبير. لازم لهذه الوصفه انكم تستعملوا مول اللي القطر ديالو يكون صغير ما يكونش كبير. يمكن لكم بطبيعه الحال تستعملوا حتى هذاك لو مول اللي كيكون اجوستابل، كان احسن كيبقى بخاتيف ويساعدنا. دونك انا كيف ما كتشوفوا راني وزعت البسكوي في الاناء ديالي على هذه الطريقه، وغادي نحاول انني نبرك عليه بلا ماغيت حتى يتساوى ليا. حاولوا هاد العمليه حاولوا تخدموها بالتساوي. انا راني خدمتها بواحد هذا الاداه اللي عندي، خدمتها فقط من الوسط، ولكن في الاخير اضطريت انني نستعمل الكاس باش نزوي عفوا باش نسوي الجوانب ديالي، حيت الجوانب حتى هما خصني نقوم بالتسويه ديالو. فهذه كتبقى بخاتيك، ولكن بالنسبه للجناب انا غنستعمل الكاس. دابا غادي ندوزو باش نصايبو لاباغي فرماج ديالنا. اول حاجه غادي ناخدو هي غادي ناخدو 250 غرام ديال جبنه الفيلادلفيا. يمكن لكم تستعملوا جبنه الفيلادلفيا او جبنه الكيري او جبنه الجبلي، يعني يمكن لكم تستعملوا الاجبان اللي متوفره عندكم. كيف ما كتشوفوا معايا فانا استعملت فيلادلفيا واستعملت معاها
الماسكاربون يعني كان بإمكاني نستعمل فقط الفيلادلفيا، ولكن أنا نوعت استعملت 250 غرام ديال الفيلادلفيا وزدت عليهم 250 غرام ديال جبنة الماسكاربون. وما تنساوش فأنا ضفت عليهم 80 غرام ديال السكر، يعني 80 غرام كتبقى كمية كافية للناس اللي ما تيبغيوش تشيز كيك يكون حلو بزاف. وما تنساوش فأنا ديجا استعملت فيه البسكوي ديال لوتوس اللي هو حلو، وغادي نستعمل فيه أيضا كريمة لوتوس اللي هي أيضا حلوة. دونك باش نديرو هذاك التوازن، بطبيعة الحال الفرماجات ديالي خصهم يكونوا بحرارة المطبخ. من بعد ما فرغت العلب ديالي من الأجبان، فأنا غادي نضيف عليهم نكهة ديال الفاني كتعطي واحد المذاق رائع، واحد الطيبة هائلة للتشيز كيك، خصوصا ملي كتكونوا كتخلطوا الأجبان ديالكم فكتطلع واحد الرائحة ما نقولش لكم. يعني الا بغيتو تضاعفوا كمية ديال المعلقات يمكن لكم تستعملوا حتى 2 معالق ديال النكهة ديال الفانيلا. انا في هذا الاثناء نجيب التراب اليدوي غنحرك به. باش تسهل عليكم العملية خصهم يكونوا الاجبان ديالكم في حرارة المطبخ، هكذا فالعملية ما غادي تكون صعيبة ويمكن لكم فقط تحركوا بشكل يدوي. انا بالنسبة لجبنة الماسكاربون فهي كانت شوية باردة، فانا نقيت صعوبة انني نحركها فقط بالطراب اليدوي، فانا في الاخير اضطريت انني نستعمل الطراب الكهربائي هو اللي فكني في هاد الجرة. دونك نحركه لان الخليط ديال الاجبان ديالي خاصو يندمج، وابخي منين يندمج لي الخليط ديالي غادي نزيد عليه 100 غرام ديال القشدة الطرية. دونك هنايا ملي غادي نزيد عليه 100 غرام ديال القشدة الطرية فهو غيعاود يتجمع ليا. اعيد لي التذكير، فغادي تستعمل ديال القشدة السائلة بطبيعة الحال تكون ديال الحلويات ماشي ديال الطبخ، ونحركو. فكيف ما كتلاحظوا معايا فانا انفو ملي نضفت القشدة السائلة فالخليط ديالي عاود تجمع ليا، ودابا بدا كيتطلق بشوية بشوية. نستمروا في التحريك، ضروري عملية التحريك لا مفر منها، خصكم تحركوا بشكل جيد باش هذوك الحبيبات ديال الفخوماج ما يبقاوش مجموعين، وهذوك الحبيبات انهم يتفرقوا، ومنين تاكلوا تشيز كيك يجيكم مذاقو يعني رائع، يجيكم ماشي مكتل ماشي مكتل. اون فوا مني غادي نحرك هاد القشده الطريه غادي نضيف عليهم 3 ديال البيضات و3 معالق كبار ديال نشا الذرة. نشا الذرة والبيض غيساعدوني انني ان هذاك لو تشيز كيك ديالي يتجمع ويجي عاقد. دونك انا ملي غادي نضيف عليه نشا الذرة بطبيعة الحال خاصني نحركهم. اون فوا ملي نحرك نكمل التحرك ديالي غادي نبدا نضيف عليهم البيض وحده بوحده. دونك انا هاد البيض ديالي كيف ما قلت لكم فهو راه كيساعدني باش يتجمع ليا هذاك الخليط ديالي ديال الفرماج باش يجيني عاقد. هاد العمليه ضروريه ضروري ما خصكم تضيفوا البيض، فالبيض هو اللي كيجمع هذاك لو تشيز كيك هو والنشا ديال الذره باش كيجيكم واحد لا كونسيستانس عاقده. من بعد ما خليت البسكويت ديالي في الفرن لمدة 10 دقائق فها هو دا وجد. كيف ما كتلاحظوا معايا فانا جبت ورق الالومنيوم، خديت بالضبط خديت 3 القطع
وديجا كنت مغلفة بواحد القطعة، دونك فأنا غلفته بربعات القطع ديال الألمنيوم، لأنني غادي نطيب تشيز كيك ديالي على طريقة حمام مريم. يعني غادي يطيب غيطيب ليا بالبخار. يعني أنا غادي نحاول نجمع هاد البابي ألمنيوم، عفوا البابي ألمنيوم ديالي بشكل متساوي، ونحرص كل الحرص أنني نغطي جميع الجوانب هكا باش نتفادى أي تسرب للمياه، لأنه غادي يطيب على طريقة حمام مريم. يعني خاصني نكون حريصة جدا أنني نقاد البابي ألمنيوم بشكل متساوي وبشكل دائري. بعد ما غلفت المول ديالي بالبابي ألمنيوم، فأنا جبت ان اوتر مول ديال الزاج اللي غادي نخدم عليه، اللي هو غادي نحط فيه المياه الحارة باش تساعد لو تشيز كيك ديالي انه يطيب بطريقة البخار. كيف ما كتشوفوا معايا، فانا كنقوم بوضع الخليط ديالي مباشرة في المول. يعني حاولوا ما تضيعوا حتى شي قطره البنات، كيف ما كتعرفوا فالفرماج كيبقى غالي، وتشيز كيك ديال الشارع ايضا الثمن ديالو كيكون مرتفع نظرا لان الاجبان اللي كتكون مستعمله فيه كتكون طبيعه الحال حتى هي الثمن ديالها مرتفع. وبالنسبه لهذه الوصفه فهي ماشي وصفه ديال طولي جوغ، يعني يمكن لكم تحضروها فقط في المناسبات، يعني اذا كانوا عندكم ضياف او لا حبيتوا انكم تقاتيو راسكم. يعني شوفوا نتوما وصافي، بعد ما تقدر ترشق لنا ونوضوا ونحضروا شي حاجه كتعجبنا. كيف ما كتشوفوا هنايا راني غادي نضيف ليه الماء اللي غليان، وابري غادي ندخلو الفران لمدة ساعة كاملة. بطبيعة الحال غادي نشعل عليه غير من التحت، ما نشعلش عليه من الفوق لتحت، سنة واحد اللي شعلت عليه من الفوق غادي تحرق لي الوجه ديالو. دونك غادي نشعل عليه لمدة ساعة كاملة، ومن الأحسن تكون في درجة حرارة متوسطة. دونك انا غادي ندخلو دابا الفران وابخي نلتقى باش نوريكم الشكل النهائي. تشيز كيك ديالي هو هذا وجد، انا غادي نخليه يرتاح لمده ساعه، ومن بعد غادي نحطو في الثلاجه باش يبات لمده ليله كامله، ونتلاقاو من بعد باش نوريكم طريقه ديال التزيين. تشيز كيك ديالي هو هذا، من بعد ما خرجته من الثلاجة اللي ارتاح فيها لمدة ليلة كاملة، غادي نزين هاد التشيز كيك ديالي بزبدة لوتوس وبالبسكوي لوتوس اللي مطحون. دونك اول حاجة غادي نشدوها هي اننا غادي ندوبو هذيك زبدة لوتوس في حمام مريم باش نقدروا نستعملوها بسهولة، لان هي كتكون عاقدة وباش تطلق لينا خصنا نحطوها في حمام مريم باش تدفى. من بعد ما دوبت كريمة اللوتوس ديالي، انا غادي نقوم بوضع نصف العلبة ولكن على جوج المرات. انا غادي نقوم بالتزيين ديالها بسباتولا، بطبيعة الحال نحاول ما نديباسيش لي بور ديالي. يعني هاد العملية كطلب شوية ديال التركيز. انا هاد اللوتوس اللي خديت فهو لوتوس كرانشي، يعني كاين لوتوس كرانشي وكاين لوتوس نورمال. دونك انا اللي خديتو كرانشي، دونك مزين بشوية ليا. و اون فوا ملي غادي نسالي من هاد العملية، فانا غادي نقوم بوضع البسكويت اللي احتفظت به. كيف ما قلت لكم، انا احتفظ بربعه القطع او ثلاثه القطع مع جوج لي كبار ديال لوتوس اون بودر،
وصراحة هاد الوصفة كتجي رائعة. كيف ما قلت لكم فهي ماشي وصفة ديال تو لي جور، فهي وصفة كنديروها في المناسبات وهكا إلا كنا بغينا نفرحوا ريوسنا، علاش لا. وصراحة أنا كنقول لكم ما تردوش أنكم تجربوا هاد الوصفة ديالي وأنكم تستعملوها، علاش لا. فهو كيبقى تشيز أمريكي، انا صراحة ضفت عليه شوية ديال التحسينات. نورمالمون ما كيدارش فيه جبنة الماسكاربون، فهذا شوية تشيز كيك خاص بيا، يعني زدت من راسي كيف ما كيقولوا زدت من راسي. غادي نذوقوا من الجوانب، وصراحة انا تنقول لكم جربوه، وما تنساوش انه لعجبكم دعموني وخليو ليا دي كومونتير وخليو ليا دي لايك، وتابوناو في لاشين ديالي باش توصلوا بالجديد، وعلاش لا دعموني باش نستمروا في تقديم المزيد. انا هنايا غادي نزين، غنحط فقط قطعة واحدة، دونك انتو كتبقاو احرار، كل واحد كيزين كيف ما بغى. وبالنسبة لهكا الجوانب فانا كنزوقهم بهذيك لا بودر ديال لوتوس باش كنحصل على واحد المنظر جميل. يعني ممكن لكم تستعملوا هاد تشيز كيك حتى في لي زانيفرسير الا بغيتو، يعني كتبقاو احرار وتبقى لكم الاختيار. انا تنوريكم وانتم عليكم تختاروا شنو هي الظرفيه اللي تبغيو توجدوا فيها، سواء للأقارب سواء لكم سواء للأطفال ديالكم. فكتبقى متعة رائعة، خصوصا أن الثمن ديالو في الخارج كيكون غالي بزاف، فعلاش لا حنا من نحضروش في دارنا ونتمتعوا به مع الأهل ديالنا والأحباب ديالنا والأطفال ديالنا. دونك وتمرين لكم، تنودعكم على أمل اللقاء بكم في وصفة أخرى. وما تنساوش دعموني وديروا لي جيم باش نقدم المزيد ثم المزيد، يعني فيما كيتلقى الإنسان الدعم تيقدر أنه يعطي بشكل جيد. كيما كتشوفوا معايا راني مضاربه مع التزيين، وكيما قلت لكم فعليكم الاختيار انكم تزينوا كيف ما تحبوا. والى اللقاء، الى الحلقه المقبله.